جايبينه جاي في الفيل، يعني جاي معوم مش جاي على الارض، جاي معوم اهو. بالصلاه على النبي، بنيجي نحدد الدور مثلا، مكان مثلا احنا عايزين ناخده بالغاز اللي هو الشبك بتاع السمك، فردونه في الميه اهوت باين لحضراتكم او في الميه. الصلاه على النبي اهو، ده ماء سمرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا رجاله عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده برضو فيديو جديد باذن الله في الغطس. ان شاء الله برضو معانا ابو بسام والمعلم عاطف. طبعا يا جماعه احنا بنيجي نحدد الدور مثلا، مكان مثلا احنا عايزين ناخده بالغزل، هو في هنا فرعين في الميه اهوت حددناه وفردنا عليهم ايه الغزل بتاعنا اللي هو الشبك بتاع السمك، فردناه في الميه اهوت باين لحضراتكم او في الميه، وبننزل نغطس عليه. السمك اللي بيجي بنمسكه بايدينا بنمسكه، واللي بيجي في اللي بيجري مننا بيخش على الغزل، بيمسك في الغاز. وان شاء الله نصور لكم فيديو كويس باذن الله. ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، وانتظروا مننا اقوى الفيديوهات باذن الله يا رجاله. طبعا هو بسام بيغطس كده يا جماعه بيبقى لابس بدله، وبرده البدله دي بتحميه شويه من السقع. ايه مفيش حاجه على المباشر كده وبسام ولا ايه؟ للجماعه حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا اهو، برق والله اهو، برق بيأزح اهو. حلو حلو ان شاء الله باذن الله. صلوا على النبي كده يا رجاله، وانتظرونا في اللي جاي. احنا كنا بعد العصر السمكتين بدأوا يحطوا على الارض، احنا جايبين دكر كبير والله من شويه، جايبينه جاي في الفيل، يعني جاي معوم مش جاي على الارض، جاي معوم اهو. بالصلاه على النبي. قابلك سمك في الحته ده وسام؟ اه فين الفرع ده؟ قابلك شريتين هنا؟ ماشي يا موسى براحتك. الخير بتاع زمان ده ان شاء الله هيرجع تاني. شال الاستاكوزا بدأت تخلص من الميه. ها؟ ايوه بد. ايوه يا عم الاستاكوزا دي هي اللي كانت بتمقصر. بس مين اللي مش هيحط عياد في الميه يا عم عاطف؟ كل الصيادين بتنزل عدادها وبيبقوا مستنين الموسم عشان برضه مصاريفهم وكده، وانت شايف الحياه صعبه والدنيا صعبه. هيعملوا ايه؟ انا لسه مغير لهم برضه، بس مغير لهم تاني. ها؟ في منهم رقد. صلى على النبي. استفتح يا اسطى، خش. خش. خش اهو بس. براحتك. انا قلت حته بيضه ولا ايه؟ خش. الصلاه على النبي. سمك اهي. ماشي. الصلاة على النبي. شاد سمك عسل اهو. بالصلاة على النبي. ها؟ مش وحش. والله يا اخويا اقسم بالله ما فحر طفحان، مش هقول لك عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. لابس الحلوين؟ اه يا عم ده شريتين. مش وحش. مش وحش عسل. احسن من الدور الاولاني. الدفع حلو يا دي عاد. الدفع حلو يا دي عاد. الله ينور. الله دف... بس خلي بالك بس عشان النار دي ما تحرقكش وانت بدأ. اه يا عم حلو حلو. هو السمك قلة السمك.
عايز حاجة؟ سلام. ما تنسونيش. ايوه احنا كده شغالين حواليها اهو. الشلاتين كانوا واقفين على الفار. كانوا واقفين على الفار الشلاتين دول. دول؟ هو بيبص عليه تاني. انت تاخد انا دور عاطف. تاخد دور اللي احنا واقفين فيه. اللي احنا واقفين ده؟ عاطف الدور دوت يعني عاطف حضرتك تفرده ماشي ها ماشي هو الدور ده بس يعني ها نفس ده اللي بتقول لمين يا عاطف